أخوتي، استيقظي يا أمتي، هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان، كسابق الأزمان. إذن السيدة سناء المرسني، تفضلي زوز دقائق. شكرا سيدة الرئيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. هي أنا مداخلتي هي في نقطتين. النقطة الأولى في خصوص الأحداث اللي شهدتها مدينة جندوبة خلال شهر جوان الفارط، واللي تم على إثرها إيقاف مجموعة من الشباب وعددهم 16 شاب محسوبين على التيار السلفي، أصغرهم يبلغ من العمر 17 سنة وهو تلميذ بكالوريا، وهم الموقوفون تقريبا منذ 5 أشهر دون أن تتم محاكمتهم إلى الآن، وهنا السبب مجهول. أنا اليوم نتحدث على مجموعة الشباب هذوما ليس للضغط على السلطة القضائية، لأني أؤمن بمبدأ استقلالية القضاء وأن القضاء هو الضامن الوحيد لسلامة المسار الانتقالي، لكني أتحدث كممثل عن الجهة وهم جزء من أبناء جندوبة، وبالتالي من حقهم أن يتمتعوا بكل ضمانات المحاكمة العادلة دون تمييز على أساس الشكل أو اللباس. أمهات هؤلاء الشباب ومن بينهم زوجة حامل، هن معتصمات أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة منذ أسبوع، وطلبهم ليس الإفراج على أبنائهم ولكن يطالبون بضرورة التسريع في المحاكمة، فكل من ثبتت إدانته عليه أن يحاسب ويحاكم، وكل من ثبتت براءته يخلى سبيله ويعود إلى الحياة العامة كغيره من المواطنين.